إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. معنا لقراءة هذه الكلمة بتفاصيلها سيادة اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء، وكل عام ومصر بخير. كل عام وحضرتك بخير، والشعب المصري كله بخير. وفي هذه الأيام وهذه الذكرى العزيزة العظيمة على قلوبنا جميعا، وهي الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيد. نعم، حضرت. قراءتك لكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة. الحقيقة هي يعني كلمة شاملة، بدأها هو حسياته يعني بالتهنئة التي يعني تقدم بها إلى الشعب المصري في هذه الذكرى، ذكرى حرب أكتوبر، الذكرى 51، واسترجع فيها أهمية لازم التذكير بمن سبقونا من قادة عظماء وقوات نفذت هذه الحرب من خلال رؤية بعيدة كانت لهذه القيادات المسؤولة في هذا الوقت قبل الحرب. وبرضو يعني هي رسالة شكر عظيم جدا إلى شعبنا المصري الذي دائما أبناء القوات المسلحة هم منه وإليه، وإلا أنهم خرجوا في هذا التوقيت مبكرا وأظهروا يعني وقوفهم الشديد خلف القيادة السياسية التي كانت موجودة، كان الرئيس جمال عبد الناصر، وفي نفس الوقت قالوا وكلفوهم مرة أخرى وساعدوا على إعادة البناء والتنظيم والهيكلة للقوات المسلحة وتسليحها، وتكلفهم بضرورة الأكل بالصقر واستعادة الكرامة المصرية للقوات المسلحة المصرية والعربية، وتحرير الأرض التي تم يعني الاستيلاء عليها في هذا التوقيت. فده بيؤكد إرادة القتال في قلب كل مصري وفي كل جندي من جنود القوات المسلحة، لأنهم هم دول الموجودين حاليا قدامنا اللي احنا بنستعرض فيهم تفتيش الحرب. كلمة تفتيش حرب أنا عايز بس أوضحها ببساطة كده للسادة المشاهدين. تفتيش الحرب هو أقصى درجات الجاهزية لتشكيل الوحدة. هنا المصطفى أمامنا الآن هو تشكيل يمثل فرقة مدرعة كاملة، قوى عددها تقريبا يصل إلى 20,000، بالدعم يصل إلى 25,000 مقاتل. هذا الاصطفاف بيمثل كل الأسلحة بتاعة الفرقة، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن يتم تزويدها به لتمكنها من تحقيق المهام. والدعم هنا ليس بسلاح معين، ولكن بكل تقوم به جميع افرع الرئيسيه القوات المسلحه، القوات البريه، القوات الجويه، القوات البحريه، قوات الدفاع الجوي، بالاضافه الى عناصر رئيسيه من اجهزه القياده العامه التي يمكن ان تقدم الدعم له. وكان في مقدمه هذا العرض ودي لها رساله هامه جدا، اصطفاف لقوات حفظ السلام التي يمكن ان تخرج من هذا التشكيل الذي هو جاهز الان لتنفيذ اي مهام قتاليه، لان تحقق ايضا او تدعم تنفيذ السلام مع الدول الشقيقه او الصديقه من خلال المنظمات الدوليه والاقليميه الموجوده. نعم. فدي طبعا رساله هامه جدا في البدايه. هذا هو تفتيش الحرب اللي هو بيبقى في نهايته زي ما سمعنا قائد الفرقه، سيد قائد الفرقه، وبيعدد يعني بيؤكد للسيد الرئيس ان الفرقه جاهزه لتنفيذ اي مهام قتاليه يا فندم، وهنا لو هو كلفه باي مهمه هيتم على طول التحول لاتخاذ او لتحرك لتنفيذ هذه المهام. اتوقف معك سياده اللواء عند هذا المشهد المهيب، هذا الاصطفاف وتفتيش الحرب بمعناه الذي ذكرته، وأيضا الرسائل الكثيرة التي خرجت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة، كما ذكرت لها الكثير من المعاني والرسائل والدلالات في وقت يعني فيه الكثير من التوتر في المنطقة، في حرب يعني في أكثر من منطقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي في هذا التوقيت هذه الرسائل تحمل الكثير من المعاني سيادة اللواء. أول رسالة الحقيقة، أولا نحن لسنا دعاة حرب،
نعم. القوات المسلحة المصرية والدولة المصرية بتوجهاتها السياسية نحن لا نتدخل في شؤون الغير، ولكننا ندعم دائما الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة وفي دولتنا، وبنؤكد على جاهزيتنا، وأنا بقولها تاني، بنؤكد على جاهزية قواتنا المسلحة أو رجال الشرطة، وكان موجود السيد وزير الداخلية، على صون الأمن القومي المصري، صون حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ليس في اتجاه واحد فقط، ولكن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وهذه هي المهمة الرئيسية لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الداخلية. إذن هذه هي الرسالة الرئيسية. نحن دائما دعاة سلم زي ما سيادته تفضل وقال، وأن كانت لنا أهداف في هذا التوقيت حتى نحن ندعم الحل السلمي نتيجة لأعمال القتال والحرب الدائرة الآن وخاصة في قطاع غزة. فالسيد الرئيس حتى أكد على النقط هامة جدا، أن هو نحن ندعم إيقاف إطلاق النيران، إعادة الرهائن، إدخال المساعدات لقطاع غزة المحروم منها الآن حوالي 2 مليون مواطن فلسطيني موجودين داخل غزة، وهم دول حقيقة بيعانوا معاناة شديدة جدا، ولكنهم بيثبتوا للعالم وللعدو الإسرائيلي بالنسبة لهم أنهم أصحاب هذه الأرض وأنهم موجودون فيها ولن يغادروها مهما كانت الضغوط عليهم. بالإضافة طبعا على أن هم بيحتاجوا إلى دعم كبير جدا للتغلب على حجم الدمار الرهيب الذي وصل إلى حوالي يعني 60% أو يزيد بالنسبة لغزة، وبالإضافة لما يحتاجوه من دعم صحي وطبي لحوالي 100,000 مصاب وجريح ومعظمهم من الأطفال والنساء. مصر أيضا أكد السيد الرئيس على أن احنا ندعم إقامة دولة فلسطينية في المنطقة من خلال اتفاق السلام ممكن أن يتم، عاصمتها القدس. فهذه الأهداف كلها أهداف، وهي أهداف كلها نبيلة، وندعو لأي وكل دول العالم حتى تشارك فيها. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أشار إلى عقيدة القوات المسلحة والحفاظ على استقرار وحدود الدولة المصرية، وأيضا أنهم دائما على جاهزية تامة. أشار في هذا السياق لاختبار حقيقي مرة بالدولة المصرية في 2011 و2013، ويعني شكر القوات المسلحة بجاهزيتها في هذا التوقيت، وأيضا دائما ما يشير إلى تلاحم الجيش مع الشعب في الحفاظ على أمن وصون الدولة المصرية. قراءتك لهذه الإشارة بالتحديد سيادة اللواء؟ ما تعرضنا له خلال هذه الفترة التي تفضلت بها من 10 أو 13، نحن أدرنا معارك قوية جدا للقضاء واكتساح الإرهاب الذي كان موجها ومدعوما من الخارج لإيقاف مسيرة مصر وحتى لا تتبوأ المكانة اللائقة بها وإسقاط الجيش والشرطة، ولكنهم فشلوا تماما في كل ذلك رغم صعوبة هذه المهمة التي نفذتها مصر على أكتاف وعلى بأيدي وبدعم أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبنائها من المدنيين الموجودين حتى لا ننساه من أهالي سيناء. كل هذا الحقيقة مكننا من إحنا نواجه هذه الهجمة الشرسة التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في مصر. ونتيجة لذلك الحمد لله نحن الآن نمر ونقوم أو مصر الآن بتقوم وبرضه وبدعم كل هذه الأجهزة في التنمية الشاملة لمصر حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها. وده دايما بيبقى واضح إن احنا بنؤكد على صون الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات. وفي نفس الوقت حتى في الداخل في مصر له أهميته الخاصة بتعاون بين القوات المسلحة ورجال الشرطة وأبنائنا من المخلصين في الشعب المصري. نعم، يعني كما ذكرت سيادة اللواء، يعني كل تفصيلة وكل جملة صاغها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها الكثير من الرسائل والمعاني. كما قال، الحرب استثناء والحالة العامة لمصر هي السلام والبناء والتنمية بعد 51 عاما من حرب أكتوبر. فكرة العزيمة على والإصرار على البناء والتنمية والتنمية المستدامة، وأن يكون
تكون حالة السلام والتنمية هي الشعار المرحلة. من الحرب ومرور عدة سنوات فيها الكثير من الأمور وحتى اللحظة الراهنة التي نعيشها، مرحلة البناء والتنمية والسلام، كيف تقرأ هذه المرحلة من وإلى؟ يعني هذه المرحلة الأخيرة الحقيقة، وخاصة بعد اكتساس جذور هذا الإرهاب، احنا في خلال السنوات الماضية يتم الآن تنمية ونهضة شاملة في كافة أرجاء الوطن بالكامل. إذا اختصينا منها سيناء فنجد أن القصة ليها الحجم الأكبر من التنمية الشاملة في سيناء في جميع المجالات. لن أتحدث في مجال خاص بالذات، يعني أكثر من 510 مليار جنيه بيتم انفاقهم في اتجاه سيناء للقيام والنهوض في سيناء من كافة الوجوه، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في مجال السياحة، في مجال التعليم، في كافة المجالات. ومصر وضع استراتيجية بتستهدف، وده نتمنى من الله أن يتم زيادة التواجد في سيناء من أبناء الوطن إلى 5 إلى 6 مليون، بحيث يتواجدوا في داخل سيناء خلال حتى عام 2050. ودي طبعا يعني الحقيقه استراتيجيه هامه جدا وشامله في هذا الاتجاه. حتى في الاتجاه الغربي نحن نرى اهميه التنميه على الاتجاه الغربي وما ينشا فيه من مدن جديده وبنيه تحتيه واساسيه، والاهتمام بالسياحه على هذا الاتجاه ايضا بالاضافه للزراعه والمشروعات التي تتم فيها. انا بختصر الاتجاهين دول ليه؟ لانهم اتجاهين هامين جدا نتيجة لوجود القوى البشرية فيها محدودة إلى حد ما، وبالتالي التنمية فيها ستجذب أبناء الداخل، أبناء الوادي للدخول، سواء كان في الاتجاه الشرقي أو في الاتجاه الغربي، وبرضو الاهتمام موجود بالاتجاه الجنوبي. ولم ننسى أبدا، وده حتى واضح من أيام بناء السد العالي وحتى الآن، هذا الاتجاه له أهميته الخاصة. إذا كل هذا هو عائد الحقيقة لما كان، سواء كانت نتائج حرب أكتوبر 73 وحتى الآن، رغم ما مررنا به من صعوبات وما نمر به حاليا، يعني رغم ما نعاني به من يعني النهارده لما يبقى شريان اقتصادي موجود زي قناة السويس بيتأثر نتيجة لأعمال القتال الدائرة الآن، لكن رغم ذلك الحمد لله مصر متقدمة وماشية وبتسعى لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية. القضية الفلسطينية، يعني أيضا في كل مناسبة دائما يركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت المصرية في ما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وقال نسعى لتحقيق إيقاف إطلاق النار، تحرير المحتجزين، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. يعني إلى ما يشير يعني فكرة تكرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت المصرية وهذه الرسائل التي تخرج من قلب هذا المشهد الذي رأيناه اليوم وتفتيش الحرب وهذا الاصطفاف بكل تفاصيله ورسائله؟ الحقيقة الرسالة دي هامة جدا حضرتك سوريا. الموقف المصري واضح ومعلن منذ بداية الحرب على غزة، نحن بنسعى دائما لإيقاف إطلاق النار، تحرير الرهائن والمحتجزين، الإصرار على إدخال المساعدات إلى أهلنا في غزة اللي بيصل حوالي 80% منها من مصر الحقيقة، وبتعاون من الشعب المصري كله. التغلب على حجم الدمار بقى ده اللي عينته بقى. الهدف الرئيسي هنا علشان يتحقق السلام كما أوضح السيد الرئيس هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وده موقف ثابت وواضح للتوجه السياسي المصري ليس في الداخل فقط ولكن للعالم كله بالكامل، وهو معلن وأثير مع أكثر من يعني رئيس دولة وصل إلى مصر أو أي مسؤول وخاصة من الغرب. بنؤكد على هذه النقاط الرئيسية وهذا الموقف المصري. الموقف المصري دائما داعم لإقامة لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. فهذا الموقف واضح ولا جدال فيه، وهو ده الحل. الحرب لا تحسم
او لا تنهي اي ازمات او اي صراعات موجوده، ولكن لا بد من في النهايه من السياسه للتدخل لوقف هذا النزيف الموجود في المنطقه والتصعيد الذي يمكن ان يؤدي الى حرب اقليميه تضر بالجميع. نعم، قال ايضا ان القوات المسلحه المصريه قوه رشيده تتسم بالتوازن الشديد. ما معنى كلمه الرشد في هذا السياق سياده اللواء؟ الرشد هنا هو الرشاده مقصود بها هنا الحكمه في يعني رغم وجود هذه القوه الجباره التي يتم اطلاق فرقه واحده من فرق القوات المسلحه، الا انه لم تاخذ هذا الرشد او هذه القوه او تجمعها الى اتجاه يمكن ان يؤدي الى نتائج غير مطلوبه وغير محمودة. فالرشاده هنا بتاتي في الحكمه في اتخاذ القرار والحكمه في اداره الامور. وبالتالي يعني انا في معرض حديثي قلت ان الحرب او الصراع لا ينهي ازمات ولا ينهي مشاكل، ولكنه دائما لابد في النهايه من تلاقي جميع الاطراف للوصول الى حلول يعني تقضي على الاسباب الرئيسيه لهذا الصراع. واحنا من 48 لغايه دلوقتي صراعات موجوده ولكنها لم تنتهي نتيجه لوجود بعض المسؤولين في الجانب الاخر او في اي جانب اخر يعني لا يصل الى ضروره واهميه تنفيذ القرارات حتى الدوليه والامميه الصادره في هذا الاتجاه. فلا بد من التوقف والعوده مره اخرى، وهنا الرشاد انا مش بتدخل على شكل، وانا من ضمن اهدافي الرئيسيه عدم التدخل في شؤون الغير. مصر ليست لها اطماع في اي من جيرانها او في اي مكان في العالم. نحن شعب او دوله بتبحث دائما عن السلم وعن الاستقرار والتنميه لنا وللجميع. وممكن نقدر، وانا قلت في معرض حديثي ان والقوة تم عطاها وشفناها كانت قوات حفظ السلام. ومصر ايضا ممكن من خلال هذه القوة ان تساعد في فرض المنظمات الدولية او الاقليمية للسلام في المناطق التي يمكن ان تتواجد فيها الصراعات، ليس في المنطقة فقط ولكن نحن جاهزين لاي مكان. تفضل. نعم، سيادة اللواء محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإفادات في هذه المناسبة المهمة.